أنا متخصص أو هاوي للأحجار الكريمة وكذلك صناعة هوية الشخص من عصاه اللي يمسكها. لي اللهم لك الحمد أكثر من 13 سنة أو ما يقاربها في الأحجار الكريمة وعالم وجمع الأحجار الكريمة. سبحان الله كذا ضاعت مني سبحة بسيطة، والسبحة هذه هي دخلتني هذا العالم سبحان الله، رب ضارة النافعة. فمن بعد هذا السبحة من بعد هذه السبحة اللي ضاعت مني دخلت لقيت نفسي بعد فترة عندي مجموعة كبيرة من الأشياء اللي أنتم قاعدين تشوفونها من السبح والعصي والأحجار، والحمد لله. ومن أشهر الناس اللي أنا تعاملت معه ومن أشهر الناس اللي صراحة أعتبره داعم كبير لي اللي هو الدكتور خالد الزعاق. عندنا مجموعة من أنواع السبح، والسبح طبعا بأنواعها، سبح طبيعية بنفسها وسبح شبه صناعية وشبح تكون من الأحجار. عندنا هنا سبحة هي عبارة عن ناب الماموث، الحيوان الماموث المشهور والمعروف اللي قرض من سنين كثيرة. هذا من ناب الماموث، هذا يعني من أشهر أنواع السبح الموجودة عندي وأجملها وأغلاها ثمن يعني. كذلك عندي بالنسبة للأحجار عندي سبحة الفيروز النيشابوري، هذا نوع من أنواع الفيروز مرصع. طبعا كل السبح الموجودة هذه صنعت هاند ميد، يعني صنعت بصناعة يدوية كاملة، مثل هذه سبحة الحجر الفيروز الجميل. وعندنا بعد كذلك عندنا سبحة ناب الفغمة المعروف، من أندر أنواع السبح الموجودة. وكذلك عندنا طال عمرك ناب الفرس النهر المشهورة وقديمة جدا، تعتبر من الأنتيك، هذه من ناب فرس النهر. وكذلك عندنا سبحة اللي هي ظهر السلحفات المعروفة، هذه من الأشياء الجميلة والنادرة الوجود في العالم، يعني أن أحد يقدر يسوي من هذه الأشياء سبحة. عندنا هنا سبحة المرجان التونسي الطبيعي البيور اللي ينقص وركب على السبحة كقطع، وهو من أغلى أنواع الأثمان. وبعض السبح يعني تجي سعرها غالي جدا، مثل عندي هنا سبحة الأمير سعود الفيصل الله يغفر له يرحمه، سيمة أسبوع الماضي مني 110,000، وسامها فيصل الصالح اللي هو مشهور في سناب معروف وموجود، ورفضت بيعها له لأن هذه صراحة بالنسبة لي لا تقدر بثمن هذه السبحة. وهذا طبعا جزء بسيط من الأشياء أو السبح الموجودة. وفي سبح هناك يمكن أغلى ثمن، مثل الموجودة مع بشير غنيم الممثل المعروف اللي هداه إياه الملك فهد، عبارة عن الياقوت البورمي والألماس، فهذه من أندر أنواع السبح كذلك الموجودة ويقتنيها شخص اليوم، فهي سبحة بشير غنيم. هذه بالنسبة للسبح بشكل عام ونبذة مختصرة سريعة. الأحجار عالم كبير جدا متكون من أكثر من 500,000 نوع من أنواع الأحجار، اللهم لك الحمد. بتوفيق الله عز وجل صارت عندي أحجار أخذتها من أرض المملكة من هنا، وهذا شرف كبير لي أنا. والشيء الثاني هو عبارة عن تعبير عن ثروة المملكة العربية السعودية في هذه الأحجار. مثلا عندنا هنا حجر الزبرجد، هو موجود ومن المتوفر في المملكة العربية السعودية مثل حجر الزبرجد. وكذلك موجود عندنا سموك كوارتز اللي انتم تشوفونه، هذا هو سموك كوارتز. وبنفس الوقت بعد صقله وقصه بطريقة معينة يستخدم للحلي مثل هذا الحين الخاتم، هو نفسه من الحجر هذا الموجود. فهذه من الأشياء الجميلة الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية. ومثل كذلك عندنا طال عمرك حجر الجمشت نفس هذا، ولكن موجود عندنا زيه بعد في المملكة بس مو متوفر عندي. عندنا طال عمرك هذا حجر الكربيت، لو تشوفه دائما يجي يكون قريب من المواقع البركانية وموجود عليه ألوان الطيف. عندك بعد نوع من أنواع الأحجار عندنا البريت أو البرايت، هذا نوع من أنواع الأحجار اللي يسمونه ذهب المغفلين أو الذهب الكاذب، كذلك هذا متوفر عندنا وكثير من الناس يمكن ما يعرفه أو يجهله، اللي هو حجر البريت. وكذلك موجود عندنا بعد حجر الياقوت اللي هو الياقوت بيور أو الياقوت الخام الموجود، هذا هو. وعندنا كذلك حجر اللازورد مثل هنا، شوفوا كيف مقصوص طريقة يعني جميلة، هذا حجر اللازورد. وكذلك عندنا شيء ثاني مختلف نوعا ما، وهو تشوفه أصلا على طبيعته الطبيعية موجود في الطبيعة، يمكن تقول هذا الحجر غريب، يعني نفس الشكل هذا أنت تشوفه تقول حجر غريب أو وش ذا الحجر، ولكن إذا فتحته تشوف أن الحجر مختلف تماما. طبعا هذا من أنواع المرو الحجر الموجود. طبعا الأحجار عالم كبير جدا، ومنها من
يعني يكون فيه غرائب وعجائب. مثل إيش؟ مثل عندنا هنا خاتم موجود فيه حجر، الخاتم هذا موجود فيه صورة ثعبان أو أفعى، طبعا هذا بدون تدخل بشر وبدون أن البشر لا يتدخلون فيه، سبحان الله من الطبيعة تكون هذا الشكل. طبعا يسمى عقيق يماني مصور، مثل موجود عندنا هذا الحجر كذلك حجر عقيق ولكن بصورة الكعبة، هذا نوع من أنواع العقيق كذلك. وعندنا بعد هذا عليه صورة نسر أو طائر نفس ما تشوفون هنا، وعندنا هنا بعد عقيق شجري نفس الشيء، هذه من الغرائب والعجائب الموجودة. كذلك عندنا هنا بؤبع عين أو نفس بؤبع العين كذلك من الأحجار المصورة، هذا عقيق داود يسمونه. أما بالنسبة للقيم القيم السوقية أو المبالغ السبح والأحجار الموجودة اللي تشوفونها أمامكم الحين تقدر ما يراوح من 20 إلى 30 مليون ريال. عندنا هنا الكهرمان، هذا 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 نوع من أنواع الكهرمان، هذا الكهرمان ممكن تقدر سعر السبحة الوحدة إلى مليون ريال، سبحة الكهرمان. ليش؟ لأن الكهرمان أندر النوادر الموجودة، مثل عندنا حجر الياقوت، مثل عندنا حجر العقيقة المصور على صورة الكعبة، هذه أشياء ما تقدر بثمن، يعني إذا جيت أنا ببيعها لازم أبيعها بأسعار خيالية عن طريق مزادات، ما هو أنا أروح أعرض أقول هذه السعر السبحة بالقيمة الفلانية، لا، يعرض مزاد عالمي ويحدد قيمها وأسعارها في المزاد العالمي نفسه.